منتابع مشاهدينا فقراتنا ومننتقل لهلأ وقتها. هلا وقتها نكون كتير كول تنستقبل معي صبيتين. عن جد الظروف اوقات قديش بتقدر تكون حافز لاشخاص، اكيد هن بالنهايه بيكون عندهم طموحهم، بيكون عندهم احلامهم يلي حتى لو انكسرت الاحلام الاساسيه بيضلوا يفتشوا على احلام جديده. بدي استقبل مونيكا وجيسيكا هدوني، اهلا وسهلا فيكم. انتم مهندستين تخرجتوا من الجامعة هيك تنحكي عن البدايات، وثيقة بلشت الثورة وبعدين كورونا وبعدين تفجير بيروت يلي هلا قربت الذكرى الثالثة لإله. يعني انتم من 3 سنين تخرجتوا ومثلكم اجيال كثيرة كمان، يعني انسدت البواب مثل ما بيقولوا بوشكم. مزبوط. شو عملتوا؟ نحن تخرجنا من هون، من بعد ما تخرجنا وصارت الثورة والكورونا والانفجار، قلنا ما بدنا نضيع وقت نحن، فقلنا بدنا نعمل شيء لأنه تسكر البلد وبقى في حتى نقدم على الأشغال، فقررنا نبلش نرسم لوحات بالبيت وصرنا ننزل فيهم مثلا على الطريق بالشارع، ننزل فيهم. بالأول كان كتير رخيص، يعني كل عيد كريسمس غير كريسمس ننزل نبيع مثلا، واخر شيء وصلنا لهالفتره هلا بس بلش يتحسن شوي وضع لبنان، بلشنا ننزل بمعرض. عملنا معرض اخر شيء، بلشنا بمعارض هلا اكبر، وهلا كمان عم نحضر لمعرض انا وياه لوحدنا. لوحدكم لاول صح. مره. اوكي خليني اقول، كنتوا تنزلوا على الطريق، احنا عندنا مكتب بالجميزه، تنزلوا قدام المكتب على الرصيف تعرضوا لوحات انتم رسمينها وانتم مالكم رسامين، كيف تعلمتوا؟ موهبه نحن عندنا اياها بوقت الكورونا، يعني بتعرفي انه كل شيء تسكر بوجنا وبي ما كان يقبل غير ما بدكم تعملوا شيء، بلشنا بموهبه على اساس من نحن وصغار وكان حلمنا نطلع مهندسين، مش حلمنا نطلع يعني بالصدفة. كنا قاعدين هيك مرة وهي قررت جيسيكا تجيب لوحة وترسم، وأنا ما كنت أصلا خصني بالرسم. أوقات مثلا كيف بلشنا فيها من الأساس، كنا مثلا كنا صغار امشي على الطريق، كثير بحب صور شوف مثلا عالم قاعدة على الرصيف مع طفل وهيك، بلشت ارسم من هون. اوكي يعني تصوريهم أول وترسميهم ترجعي. اوكي صور وارسم. هي مش أنا. أنا مش أنت. لا أنا جيسيكا. لأنه كثير بحب التصوير كمان غير الرسم، صور ومن التصوير صير ارسم. اوكي شوي شوي نمرنا نميته. انت عديتيها لمونيكا وبلشت انا بالصدفه كنت قاعده كمان، قمت بلشت بالتعتيق مش بالكولار. بلشت بالتعتيق وكثير زبط مع التعتيق، رسم التعتيق يعني القديم. سو بعدين بلشت اعمل الوان، قلت لها وقف التعتيق هلا بوب ارت وهول هلا كثير دارج. عم نشوف صور نحن وعم نحكي سوا، يعني عن جد واحد بيفكر انه كانها ماخوذه بالكاميرا. هيك حيلا شيء بترسمه او كل شيء؟ حيلا كل شيء. هلا نحن الزبون اوكي، بس مثلا يمكن يجي زبون يكون شايف شي لوحه يعطينا اياها نحن بنرسمها، او اذا ما نطلع بفكره نحن بنطلع بالفكره، او أوكي. الزبون بيجي بيعطينا. هلا كمان عم نحضر انا وياها لرسمه ما في منا، نحن عم نحن عم نعمل مجموعه رسم، نحن عم يعني ما في منا ابدا. اوكي يعني هاي الرسمين هلا اللي عم نشوفهم هن بيبعتوا لنا اياهم الزبون. اوكي بيكون طالب هيدا الشيء. والملفت يعني قلتوا لي اثنيناتكم مونيكا وجيسيكا انه بترسموا مع بعض، اوقات بترسموا لوحدكم بما انه جيسيكا هي اكثر يعني عندها الموهبه وانت خلط الالوان وبتساعديها، اوقات بترجعوا يعني بتبلشوا بنفس اللوحه كل واحدة منكم ترسم نصها بترجعوا تجمعوها. هي بتبلش بالنص الكبار، يعني الكبار هي بتوقف ميلي انا ميلي بتطلع رسمه وحده، يعني نتلاقى وين على المنخار صح مثلا اذا حلو حلو كثير. وقد ايه بياخذ معكم وقت هيدا الشيء؟ بياخذ وقت. لا بتاخذ وقت لانه احنا كثير يعني اول شيء بتبلشي فيها للرسم ككولار بدك تعملي كذا كوش لتطلع اخر شيء، يعني مش لتنشف لترجع تعملي كذا كوش. وكيف نميتوا هيدي الموهبه؟ درستوا رجعتوا او صرتوا ما بعرف يعني بلشنا يوتيوب. اول شيء بلشنا نحن دارسين هندسه. نعم. ونحن بالجامعات كان ديجا متعلمين الالوان
كمان كيف نخلط، متعلمين كثير قصص. فبعدين بس الله بالنهايه الله بيعطيك الموهبه، يا انت بتنميها يا انت بتقفل. يعني احنا بلشنا بلوحات صغار، هلا بلشنا عم نعمل لوحات مترين واكثر. حلو كثير. اللي قلتوه قبل بشوي انه اوقات هيك تلتقوا على المنخار اذا كان بورتري او بتكونوا عم ترسموا، افكاركم مثل بعض؟ يعني انتم توينز، انتم توأمين، ما بتفكروا مثل بعض؟ على شو بتتشارعوا باللوحه؟ كثير كثير. اذا يعني مثلا زبون اوقات بيجي بيقول لي مثلا هيدي اللوحه بليز انتم يعني بفرجيني الصالون عملوا لي انتم الالوان. ايه هون كثير قصص. المشكله بالالوان، هي الالوان وانا بحب الالوان غير. يعني ايه بس اخر شيء تطلع اللوحه واو من بعد ما كثير، من بعد نقاش فيك تقول ثلاث يعني اقعد تاخذ اللوحه مثلا زياده خمس ايام من ورا النقاش تبعو انا وياها. بتتناقشوا بتتناقشوا وبعدين بتبلشوا بالرسم. بنقول ما طلعت حلوه بتتغير، كل شيء بيتغير على فكره. يعني لو مثلا اجى زبون قال انا ما حبيت هون، كله بيتغير. يعني الاحمر بصير ابيض. حلو معنا. كثير حلو. رح نشوف فيديو ونرجع منكمل. حتى كمان وقت نحن بلشنا بالرسم ايام الكورونا في كثير عالم كمان طورت حالها بغير قصص، نحن عرفنا نطور حالنا بالرسم بموهبتنا. يعني ما وقفنا قلنا خلص انه وقفت الحياه، انه يا نشتغل هندسيه لا البلد بتسكر. نحن اذا وقفنا يعني نحن كنا هلا عم بقول لك يعني ما كنا وصلنا لهون. صح. من بعد كمان بيي بيي له كثير شجاعه. قلتوا بيك اكثر من مره، بدي اقول له لبيكم تحيه كثير كبيره على تشجيعه اكيد. بيي كثير شجعنا اكثر حدا هو. يعني بيي في عنده شغله، يعني اول ما نقول له عنا ارت بيترك كل شيء بيجيب هو الاغراض يلي قاعد بيقعد بيتفرج. وكمان بنكون عم نرسم كل الليل، انا بالليل بتعرفي بيكون هيك رواق، بيقوم الساعه 4 الساعه 3 بشوف وين صرته. صح. بيقعد معنا وبروح على الشغل الساعه 7. ان شاء الله بيضلوا مرافقكم بكل المشوار، هيدي بدايه المشوار لكم اثنيتكم مونيكا وجيسيكا. نحن فخورين فيكم. بانتظار معرضكم لكينا يلي رح تعملوه خاص فيكم، خاص فيه. ان الله راد. واللوحه اللي قلتي ما في منها بدنا نشوف كيف. أكيد. يعني ما في منها. هي ما في منها يعني عم نخترع شيء جديد. كثير حلو. اهلا وسهلا فيكم وجود لك اكيد بكل شيء بتعملوه.